أرى أن التعاون بين شرطة دبي والإنتربول ومنظمة إنتربول يعني في أعلى مستوياته، وأن يعني تعاون أثمر وحقق نتائج إيجابية، ونحن نؤمن في شرطة دبي بأن هذه المنظمة الدولية يجب أن يعني يكون معها التعاون على أعلى المستويات، ونحن شركاء مع هذه المنظمة في ملاحقة المجرمين الدوليين والمطلوبين للإنتربول، وعلينا أن نلعب دور أساسي كشرطة محلية تلعب دور على المستوى المحلي وأيضا مستواها في ملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة والمطلوبين لمنظمة الإنتربول الدولية. يعني نحن حتى يعني قبل أن يكون هناك قانون للملكية الفكرية كانت شرطة دبي تلاحق هؤلاء العابثين حقيقة بالملكية الفكرية، والذين يحاولون يعني أن يقلدوا البضائع، لأن أنا في اعتقادي كلما انتشرت في أي بلد يعني البضائع المقلدة، وهذا دليل على تفشي فساد في المسؤولين بالذات اللي هم في المجال الأمني. وكلما رجال الأمن لاحقوا هذه الجريمة وحاولوا أن يعني يلقوا القبض على كل من يتداول بهذه البضائع، كلما برهنوا بأنهم رجال أمن حقيقيين. أنا في اعتقادي أننا نحن في دولة الإمارات، يعني كما ترى يعني أنشأنا هذه الجمعية لتكون المكافحة رسمية وأيضا وطنية شعبية، يعني بحيث أن ننشر ثقافة حتى عند المستهلك بأن هذه البضائع لا تتعامل معها، وأن هذا التعامل معها هو خلافا للقانون. فنحن يعني سنكون من أشد الدول وأكثرها صلابة في ملاحقة يعني الذين يحاولون أن يعتدوا على الملكية الفكرية ويروجوا لبضائع مقلدة. كما قلت يعني أرجو من كل العاملين في مجال الأمن في كل مكان أن تكون عندهم جدية، وأن يدركوا بأن انتشار البضائع المقلدة حقيقة يعني يسهم أيضا في انتشار بضائع أخرى غير مشروعة. فالذي يتعاطى على أن هذه ربما بضائع استهلاكية وأنه ليس مبرر هناك أن تكون جدية عنده في الملاحقة، عليها أن يدرك أن من يتهاون في يعني صقائر الأمور قد يتهاون في إيش في الأمور الكبيرة. ولهذا مبدأ رجل الأمن حقيقة أن يكون رجل أمن صادق في أداء واجبه وما تمليه عليه المسؤولية، والمسؤولية تملي علينا أن نحمي الملكية الفكرية حماية تليق بالمفكرين والمنتجين والمبدعين، لأن حقيقة هذا اعتداء على إيش على إبداعات يعني بشر، ويعني الملكية الفكرية تضحي ملك يعني لأمم وشعوب، ينبغي حقيقة أن لا نفرط في التعاطي مع كل من يرتكب جريمة ذات صلة بترويج البضائع المقلدة أو إنتاجها أو تصنيعها.